صباح الخير، انا اسمي اشرف احمد، دكتور في المعهد العالي للسينما قسم هندسه الصوت. انا بقدم البحث بتاعي اللي هو استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعه السينما. البحث طبعا هو الاسم يعني كبير، بس انا قدرت ان انا اشتغل على نقطه او نقطتين بس في الموضوع. الذكاء الاصطناعي في السينما ده بحر كبير قوي. انا كمان حبيت ان انا اعمل ده، ان انا اوظف ده مع الطلبه بتوعي، ان في ماده صوره صوتيه، ان احنا نشتغل نخلي الاي اي يشتغل معانا في الماده دي. يعني احنا قبل كده كان الطبيعي ان كان الولد او الطالب بيروح يجيب قصه او من كتاب وياخد منها شابتر ويحوله لمسمع اذاعي، او يلجأ لقسم سيناريو ان هو يكتب له سيناريو ينفع يتعمل مسمع اذاعي من 3 دقايق مثلا ولا حاجه. فانا قلت لهم المره دي طب ما تيجي نعمل حاجه مختلفه، نخلي الاي اي هو اللي يساعدنا لده. فطبعا انا لقيت ممانعه، ولقيت ان الطلبه بتقول لي مش هينفع، ازاي هيعمل ايه بتاع. المهم ان احنا خليته ان هو يشتغل معانا. قلت له احنا عايزين نعمل مسمع اذاعي عن صوت مصلح في القاهره. فبدا يشتغل. احنا طبعا احنا استخدمنا كذا كذا مديول زي جيميناي وزي جيني وزي شات جي بي تي 4، بس احنا في الاخر لجأنا الجيميناي من جوجل، وده كان افضلهم. نفسه واحنا شغالين طلبنا بقى لما طلع لنا السيناريو، الحوار كان باللغه العربيه الفصحى، قلنا له عايزينه باللغه العاميه، ففعلا عملها باللغه العاميه المصريه. والجميل بقى في الموضوع ان هو بقى ايه بيرد علينا ان هو ايه الكلمات اللي هو غيرها من الفصحى للعاميه المصريه. فكان الموضوع كان الطالب كان بيتعامل مع حد تاني، مع شخص تاني، بس هو مش شايفه، لكن هو شخص موجود على زوم بقى وات ايفر، هو كان هو فين ريموتلي، بس كان النتيجه كانت مبشره بالخير، ان انا اقدر ان انا اطوع الذكاء الاصطناعي في ان هو يكون اسيستنت ليا مش يستبدلني. احنا اشتغل معانا في السكريبت، ساعدنا في المؤثرات الصوتيه، ساعدنا في ان هو يغير الحوار اللي موجود بحوار شخص تاني مش موجود، او مش واخدين منه يعني مش موجود معانا في اللوكيشن يعني. ودي انا كتبتها في من ضمن السلبيات والمخاوف ليها، ان مفيش كوبي رايت، مفيش حاجه بتلزمني، مفيش اي حاجه ان انا باخد من خدت بصمه صوت حد وعلمته له وقلت له بقى انا عايز تغير صوت الممثل ده بصوت الممثل ده. هنا بقى هنا دي المخاوف. هو ده عشان كده انا بقول يا ريت ان يحصل اتفاق ان اي حاجه ليها علاقه بفيك ايمجز او فيك اوديو لازم يكون معايا بيرميشن من الشخص. يعني ما يفتحش المديول ده الا لو انا مديله يعني او باعت له بايا كانت الطريقه ان انا واخد منه بيرميشن، وادي الورقه اهي، وادي الراجل الماضي على ده، وان هو موافق ان انا هستعمل ده زمن قد كده للموضوع الفلاني. زي الحاجات اللي احنا بنمضيها مثلا لو جيست انا راح اصور معاه، فبمضيه على دوكمنت كده ان هو موافق ان هو يطلع في التلفزيون، وان هو اسم البرنامج كذا واسم القناه كذا، عشان ما يرفعش علينا قضيه بعد كده يقول انا ما كنتش اعرف. فنفس الشيء ده يا ريت يحصل مع الاي اي. الحاجه الثانيه ان انا حبيت ان انا اجربه كمان في الصوره الصوتيه في رسوم متحركه، واشتغلت معاه على ارواح واشباح. انا كنت متاثر جدا بنجيب محفوظ، فقلت للاي اي اللي هو كان جيميناي برضو، قلت له انا عايز اعمل حلقات على غرار الكتاب ارواح واشباح للكاتب انيس منصور. قال لي انا ما اعرفش مين انيس منصور، ما اعرفش كان لسه عايش ولا لا. فاديته، انا عرفته مين هو انيس منصور، وشكرني ان هو عارف معلومه جديده. وده اسمه بنسميه الماشين ليرنينج، ان هو خلاص انت علمته، لو حد تاني جه سال بعد شويه مين انيس منصور هو هيديله، عنده معلومات عن انيس منصور.
طيب كتاب أرواح وأشباح اللي أنا عايز أعمل زيه، اديته خدت كام شابتر من الكتاب وخليته يقراه، وقلت له بقى طلع لي من ده على نفس الستايل حلقات جديدة ملهاش علاقة بأرواح وأشباح بس على نفس الشكل على نفس الستايل ده. فعلا اداني حوالي 15 فكرة اللي انا كنت طالبهم منه، بس لما جيت اخد منهم فكرة عشان يعملها سيناريو انا ما عجبتنيش وما حسيتش فيها الروح بتاعتنا، ما فيهاش الايموشنال، ما فيهاش العواطف اللي موجودة. فده اللي خلاني رحت بقى ايه للسكريبت رايتر ان يعمل لنا افكار. هو بقى ايه اللي حصل؟ ان احنا استفدنا من العصف الذهني اللي حصل بيننا وبين الاي اي في ان انا اطلع حاجة ابداعية اكتر ما كانتش مثلا ممكن كانت ممكن تاخد مني وقت كتير عشان اوصل لها. فهو بالتالي هو قلل الوقت وقلل الكوست بالنسبة لي، خصوصا في مرحلة البري برودكشن قبل ما اشتغل. يعني انا لو اشتغلت على ارواح واشباح، عملت الكونسبت ارت، عملت التصميم الشخصيات، اللوكيشنز، الاضاءة، الانيماتكس، كل الحاجات دي انا عملتها من غير ما ادفع غير الاشتراك بتاع الابليكيشن اللي هو مثلا كان ميد جورني، وكان حاجة تانية اسمها رانواي ام ال، ده خاص بالايه بالتحريك. فبالتالي انا وفر لي جزء في البرودكت في الاعداد في الوقت، وان انا ما اقعدش واخد رايح جاي بيني وبين المخرج او بيني وبين المؤلف علشان نوصل لحاجه. انا عملت دوت انا واللابتوب بتاعي، انا والماشين. فهنا دي انا شايف الجزء الايجابي في الذكاء الاصطناعي ان هو هيوفر جزء من الوقت وهيوسع الابداع، مش هيلغي حد. انا ده شايفه ان لو اتعاملت معاه كويس زيه زي ما كان قبل كده، كان عندنا التليفون اللي بقرص ودلوقتي بقى معانا موبايل، زي مثلا ما كان قبل كده كنا بنشتغل سينما على موجولا وبعدين بقى حصل الاوفلاين وبقى في افيد وكده، وده وفر وادى ابداع اكتر في مونتاج الصوره. زي ما كنا بنشتغل مونو او على الماجنتيك وبقينا نشتغل مالتي تراكس، زي لما الكاميرات السينما كانت كبيره قوي صغرت خالص لحد ما بقت جوه موبايل وانا بكلمكم من التليفون دلوقتي. فانا اعتقد ان ده هو تولز، لو تعاملنا معاه انها تولز تمام، لكن لو انا فضلت اتعامل معاه ان هو ممكن يعمل لي اي حاجه، يعني مثلا لطالب عايز اعمل بحث او عايز اعمل حاجه واعتمدت عليه اعتماد كلي، ده هنا بقى في خطر على البشريه ان انا الهيستوري بتاعي هيوقف عند اللي احنا فيه دلوقتي، مش هيبقى فيه جديد، كله هيتحقق، والاي اي مش هيجيب جديد، هو بيجيب من القديم. هو كان سيرش انجن كبير قوي بيقراه وبيطلع لك منه المعلومه، لكن هو مش هيبتكر حاجه جديده، انت المبتكر، انت المبدع. فده انا كل ده موجود في البحث بتاعي، واتمنى ان هو يعجبكم، ومستني اي كومنتس منكم ممكن تفيد البحث. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير، احنا طلبه معهد العالي للسينما قسم هندسه الصوت الفرقه الرابعه، ودي تجربتنا في ان احنا نعمل مسلسل اذاعي كامل من اوله لاخره بكل خطواته بالذكاء الاصطناعي، وان احنا نخليه هو المسؤول واللي بيعمل كل خطوه من كتابه السيناريو، تصميم الساوند افكت واصوات الشخصيات، كل حاجه، وكتابه السيناريو ومعالجته وكل حاجه من الحاجات دي كلها. ابتدينا كل واحد خد دور في الموضوع ده، بدايه من كتابه السيناريو يوسف ابتدى بيها، بعد كده كريم اشتغل على ان هو الشخصيات يعمل صوتها بالسوفت وير اللي هو الار في سي. ابتديت انا تسجيل الصوت لكل شخصيه والاداء بتاعها وايه اللي هتقوله والنبره، بعد كده خدنا كل الاوت كام اللي طلع من الاي اي وابتدينا ان احنا نعمله ميكسنج وماسترنج ونظبط الاصوات كلها والشخصيات، ان احنا نكريت في الاخر مسلسل اذاعي مكون من 3 دقايق او دقيقتين في قصه بسيطه وسيناريو بسيط، وكل واحد هيبتدي يحكي تجربته وايه اللي واجهه وازاي الاي اي ساعدنا ان احنا نكون مسلسل اذاعي كامل. ابتدينا اول حاجه بالسيناريو عشان نعمله، دخلنا على شات جي بي تي ابتدينا نساله على افكار لمسلسل اذاعي، وادانا افكار كتيره، وكان من ضمنهم واحده كانت عجبتنا ولفت انتباهنا كلنا، وهي عمليه سطو مسلح على بنك. خدنا الفكره دي وابتدينا نحاول نخليه يعمل لنا سيناريو منها ايا كان ايه نوعه، بس ابتدينا نحاول نشوف بس لو طلع سيناريو شكله هيبقى عامل ازاي. الحقيقه كان بيطلع نتائج سيئه جدا في الاول، فابتدينا نحاول اغير اللانجوج موديل بتاع شات جي بي تي واروح للانجوج موديل ثانيه زي مثلا جوجل بارد
فخدت الفكره بتاعت عمليه السطو المسلح دي ورحت لجوجل بارد طلبت منه هو اللي يعمل لي المشهد، وابتديت اديله تفاصيل اكتر بقى عن المشهد زي الميعاد، خارجي ولا داخلي، نهاري ولا ليل، التفاصيل، الشخصيات شكلهم يبقى عامل ازاي، عشان يبتدي يتخيل شكل المشهد، عشان بيزد على الداتا اللي انا اديتها له دي يبتدي يطلع سيناريو منطقي في الاخر. بعد شويه محاولات وصلنا في الاخر لشكل السيناريو المطلوب، وطلع لنا كل التفاصيل المطلوبه من حتى الناريتور بالساوند افكتس اللي محتاجينها، بكل حاجه بتحصل امتى وفين بالظبط، عشان مجرد بس ناخد السيناريو ده نطبقه نخليه حلقه او مشهد جاهز مجرد بس يتسجل ويطبق الحاجات اللي مكتوبه كلها. كان عندي مشكله واحده بس، ان هو كان مطلع لنا السيناريو وكل التفاصيل اللي فيه باللغه العربيه الفصحى، والحقيقه ان هو مجرد بس ما كتبنا له ان هو يقلبه بلغه عاميه مصريه في دوسة زجاج واحدة قلب لنا الحوار كله من أوله لآخره باللغة العامية. بعد كده ابتدينا ناخد بقى السيناريو اللي طلعه لنا باللغة العامية ده ونشوف ازاي هننفذه وازاي هنعمل أصوات والحاجات بالـ AI برضه، ونخليها بأصوات بني آدمين وناس هم مش ما عندناش أكسس عليهم إن احنا نخليهم يسجلوا هم السيناريو ده بصوتهم. وكريم كان هو المسؤول عن الحتة بتاعت الـ RVC وازاي هناخد الأصوات اللي هنسجلها ونخليها بأصوات الناس التانية دي، وهو هيشرحها دلوقتي. أول حاجة عملتها إن أنا عرفت من يوسف السيناريو بالظبط في كام شخصية والشخصيات دي إيه أعمارهم إيه سنهم، وبعد ما عرفت الشخصيات بدأت أدور بقى مين من الممثلين الحقيقيين ينفع يعملوا الشخصيات دي أو الممثلين اللي نفعوا برضو، لأن الـ AI زي ما هو عارف يخليني أعمل شخصيات في شخصيات تانية ما كنتش عارف خالص، يعني ما كانش عارف يطلعها خالص. طب موضوع الـ AI والموديلنج بيتقسم تقريبا لحاجتين، أول حاجة إن أنا بترين الكاركتر نفسه وبعد كده بعمل له، بس يعني بعد ما ترينه بيبقى موديل، والموديل ده بقى بستخدمه في أي حاجة. فاول حاجه عملتها كانت التريننج كان عباره عن انه في احمد سقا واحمد سعد والدحيح احمد غندور وكان في طفل. فاول حاجه عملتها الاول طبعا قعدت اجرب كتير ان انا اطلع اصوات، كان في حاجات بتنفع وحاجات ما كانتش بتنفع، وفي الاخر اللي قدرت اوصل له في ان انا عرفت اترين صوت احمد سقا واحمد سعد واحمد الغندور والطفل الصغير. الطفل الصغير كان كاركتر عادي يعني جبناه، ما كانش شخص معروف يعني. اول حاجه بعملها هي التريننج عشان اطلع الموديل. التريننج بيتعمل ازاي؟ بجيب كونفرسيشن او ديالوج للشخصيه وهي بتتكلم لمده تقريبا 3 4 دقايق، وكان مهم جدا ان يكون صوته واضح ما يبقاش عليه اي افكتات ويبقى صوته واضح والتون بتاعه باين يعني. بعد ما باخد الثلاث دقايق دول من كل شخصيه بحطهم على ابلكيشن الار في سي. الار في سي ده بيفتح عادي في الانترنت في الويب براوزر، بديهم له وبظبط حاجات في السيتنجز معينه وبسيبه يقعد يترين الاصوات دي عشان يطلع لي في الاخر موديل واحد. الموديل ده بيتسيف وينفع استخدمه في اي اوديو تاني، يعني ينفع احط له اي اوديو ويخليه بنفس الموديل ده. بعد ما خلصت المودلز كلها فادي بقى بدا يسجل. انا كملت بعد كريم زي ما هو قال كده، هو السوفت وير باختصار ان انت بتدخل له 3 او 4 دقائق من اي صوت ممثل ويكونوا واضحين، وهو بياخد ال 3 4 دقائق دول يبتدي يعمل لهم جنريت ويترين الصوت ده لحد ما يكون منه ان انت تدخل له اي صوت، فهو يحول لك الصوت اللي دخله ده بيطلع موديل. يا اسطى بيطلع موديل في الاخر، بستخدمه بقى في اي موديل بيطلع ماشي. فانت بتدخل له 3 او 4 دقائق لاي صوت كاركتر في الحياه، وهو بيطلع منه موديل. الموديل ده تقدر يحول اي صوت لصوت الموديل اللي هو حفظه خلاص عنده وسيفه، ويبقى بيبقى قريب بنسبه 90% من صوت الممثل الحقيقي او الصوت اللي احنا دخلناه له. فابتديت ان انا اسجل بصوتي الشخصيات والديالوج اللي الاي اي طلعه اللي هو جوجل بارد. ابتديت اسجل الحوار اللي اتقال الشخصيات بدايه من الناريتور اللي بيروي المشهد كله، فهو سجله بصوت الدحيح، انا بسجله بصوتي، بعد كده هو بيتحول هو الاي اي على طول في زرار بيحوله لصوت احمد الغندور الدحيح. ابتدينا نسجل اصوات الشخصيات كلها بصوتي وبالاداء بتاعها اللي هو برده كتبه لنا بكل اللي كتبه لنا جوجل بارد بكل حاجه، وهو اوتوماتيك بتاكد زرار بيحول صوتي لصوت الشخصيه اللي هو احنا عاملين لها سيلكت من جوه السوفت وير نفسه، ويبقى كده خلصنا الحوار كله. بعد كده الاي اي برده خلينا هو جنريت الساوند افكتس، بعد كده حطيناها مع ان احنا دخلنا ساوند افكتس من خلال احنا، فاحنا كنا بنكمل بعض في النقطه دي. وبرده ان احنا عملنا برده كان هو مقترح علينا في تكست يعني ان هو ايه الاصوات اللي احنا محتاجينها والامبيانسات والحاجات دي كلها. ابتدينا ان احنا نجيب امبيانسات من لايبراريز او مكاتب او كده ونحطها عشان نكون الصوره الكامله.
في الاخر احنا قدرنا نكون مشهد اذاعي بمساعده الاي اي، ونعرف من خلاله قدرته هو ممكن يعمل ايه في كل نقطه من نقط تكوين المشهد الاذاعي او مسلسل اذاعي او ايا كان. احنا جربنا على مشهد صغير بس يعني ده ينطبق على مسلسل كامل، لو حبينا نعمل مسلسل كامل متكامل عليه من بناء شخصيات لكل حاجه من اي تو زد يعني. وكانت تجربته ان هو ممكن نعتمد عليه، ولما هيتطور اكتر واكتر والسوفت ويرز بتتعلم من التجارب اللي بتحصل لها قبل كده وبتسيف ده، فاعتقد انه قدام هيبقى متطور اكتر واكتر. وبس كده، دي كانت تجربتنا ان احنا نقدر نعمل مشهد اذاعي باستخدام الاي اي، وده كان كله تحت اشراف دكتور اشرف، ونشكره جدا على ان هو مهتم بجد بالذكاء الاصطناعي وبيحاول يدخله لنا في التعليم وفي المحاضرات وفي كذا ماده. هو ده اللي المفروض يكون بيحصل قدام، لان هو ده اللي هيبقى مسيطر، فلازم تكون المناهج فيها ده وفيها انها تكون ابديتد بكل اللي بيحصل حوالينا من تطورات تكنولوجيه وهتاثر علينا في الورك فلو وفي الشغل ازاي. شكرا لكم. شكرا دكتور أشرف. شكرا دكتور أشرف.